الآن فبمقر وزارة شؤون الخارجية استقبل اليوم وزير الشؤون الخارجية والجارية الوطنية بالخارج رمضان العمامر استقبل وزير الدولة الهندي للشؤون الخارجية شرايفي ميلاري درهان، وهو اللقاء الذي سمح باستعراض العلاقات الثنائية بين الجزائر والهند بحث سبل تعزيزها مستقبلا، هذا إلى جانب تبادل وجهات النظر حول المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. كانت لي محادثة مهمة ومثمرة مع الأمين العام ومعالي وزير الشؤون الخارجية. تحادثنا حول العلاقات الثنائية وتبادلنا وجهات النظر حول المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. هذه الزيارة جاءت بعد فترة طويلة، لكنني أؤمن أن العلاقات التاريخية بين الجزائر والهند هي علاقة قوية ووطيدة. هذه المحادثات سمحت لنا أيضا بدراسة وتقييم مستوى التعاون القائم بين البلدين وتحديد آفاق الشراكة المستقبلية وتطويرها إلى مجالات أخرى. تحدثنا أيضا حول اللجنة الثنائية الجزائرية الهندية التي ستعقد في نيودلهي، حيث سنحظى بزيارة معاليه وزير الشؤون الخارجية.